أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة على أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة من أجل تمكين شركة شنايدر إلكتريك من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الهيئة لتوسعات مصنع الشركة بمدينة بدر، وهو أكبر مصنع للواحات الجهد المنخفض والمتوسط بالشرق الأوسط. وقد تم إنشاء المصنع في مدينة بدر عام 2009 بطاقة إنتاجية تقدر ب 6000 خلية جهد متوسط و 3500 خلية جهد منخفض سنوياً. قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة بتسليم 4 رخص ذهبية جديدة لممثلي عدد من الشركات، ليصبح العدد الإجمالي للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 24 شركة. والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين. قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن المنطقة تستهدف دائما تطوير كافة الخدمات للمستثمرين لتهيئة مناخ الأعمال أمامهم وفتح آفاق أكثر اتساعا من التعاون. جاء ذلك خلال افتتاح أحد البنوك الخليجية لفرع له داخل مقر المنطقة بالعين السخنة، حيث أكد جمال الدين أن ذلك يأتي في إطار السعي المتواصل من المنطقة لتوفير الخدمات لشركاء النجاح من المستثمرين وأصحاب الأعمال. أغلقت أسواق الأسهم في السعودية وقطر على ارتفاع مدعومة بتقارير أرباح قوية من بنوك وشركات، رغم أن المعنويات تضررت من المخاوف من اتساع نطاق الصراع الحالي في الشرق الأوسط. وارتفع المؤشر السعودي 0.7% وارتفع المؤشر القطري 0.4%. دعت مجموعة السبع إلى الإلغاء الفوري للقيود المطبقة على واردات منتجات الطعام اليابانية، وذلك في إشارة إلى القيود الصينية المطبقة بعد بدء طوكيو تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية. كانت الصين قد فرضت تعليقا شاملا لواردات الأسماك اليابانية منذ شهرين، حيث بدأ طوكيو في تصريف المياه المعالجة من فوكوشيما إلى المحيط الهادئ. وبالرغم من إعلان كل من الولايات المتحدة واليابان أن القيود غير عادلة، كشفت روسيا عن قيود مشابهة في وقت سابق من الشهر الجاري. وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 172 لعام 2023 بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام القانون للتأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لعام 2019 للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به. ونص القانون في المادة الأولى على أنه اعتبارا من أول أكتوبر 2023 تزداد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لعام 2022 بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات
معاشات أو مستحقين عنهم منحة استثنائية ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016 والعاملين بالدولة غير المخاطبين به. ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزاء من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم بحسب الأحوال.